ونحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك، رافقنا عمي سعيد في جولة لأحد الأسواق بالعاصمة لغرض اقتناء المستلزمات الخاصة بالذبح والسلخ. حوج ذا مرار ذا مجوارو باش تشد ذكري. أمرار ذا مجوارو. حوج ذا جنولاين اقطان باش تزيو. حوج ذا بوشلاين باش تزول. صارت قرص تسلخ. صارم بيت وفالي ديبوي. كوم سا. حوج ذا كوزينا باش تفيض يشري غاد تشوفو. حوايج لابوب بابا تشوف لابوب سوق موشي ما كاين اللي تبغي. خبرة عمي سعيد في الذبح جعلته يحرص على اقتناء حتى أبسط الأدوات المستعملة في العملية والتي قد يتنساها الكثير. مرات لي كومبليتومون غاتفرق الديوجايا قصبت واحد ذيس وردي واحد ذيس صغروت واحد ذيس ومن بعد تعلق دير لي كل شيء كل حاجة واحد هذه كاو ومن بعد تجزم الشاخور. دي مرسو اكيد صغير ما بغات تخمض لي كوات ما بغات تخدم المرسو من الشوي ما بغات تكزم هذيك دي لي كويس لي مرسو تخمض بيفتا كيسير اي فوالا اي كيريفوك لي بري ماتيريال كل يوم كيكزنو جوج كل يوم كيكزنو جوج كل ثم خلا في سلعة يا دي بون ماتيريال يا سي لي كروس شوية ام كي كان سي دار 5 6 مليون الدوزيام سورتي بور مليون سا سرا بور دي زاني هكا أتجد كوتي خام متحوجات التوليز. أدوات قد تكون بسيطة للكثير من الجزائريين، لكن تكلفتها تضاعفت مع اقتراب العيد. فبعملية حسابية بسيطة نكتشف. أدوات وإن كانت بسيطة إلا أن تكاليفها كما لاحظنا تضاف إلى مصاريف العيد من الكبش والخضر والفواكه وتعقد من الوضع المالي للمواطن البسيط.